السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আমি মাইশা ইসলাম বালক বালিকা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালনা হাফেজ কারি মোহাম্মদ নাঈনুল ইসলাম মাসারি। আমার এই ভিডিওটা সবাই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, অপর ভাই যে শুনতে পারে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ربي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربي راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.